أيام قليلة وتنتهي الحملة الانتخابية في الجزائر، حملة شهدت ارتفاع حدة التوتر بين مختلف التشكيلات السياسية موالاة ومعارضة. الخطابات لم تخلو من الرسائل المشفرة وتبادل التهم حتى بين حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني الحاكم وغريمه التجمع الوطني الديمقراطي. ورانا نشوفوا اليوم كما قلت لكم باللي الانتخابات اليوم راهي فيها أصناف، كاينين الناس داخل الانتخابات التشريعية وعينهم الانتخابات الرئاسية. الخطاب تاعهم والكلام تاعهم وكل انتخابات رئاسية وكأنهم مالكين الجزائر إلى الأبد، ولو كان غير نجحوا في هذه السنوات الماضية. رهان بعض التيارات للدخول في حكومة توافقية بعد الانتخابات مرتبط بفك عقدة الأغلبية المسيطرة على البرلمان، عقدة قد لا تحل بحسب مراقبين بعد رفض تلك الأحزاب مشروع حكومة التوافق الوطني. أعتقد أن نتائج الانتخابات المقبلة ستكون حاسمة في إمكانية الذهاب لحكومة توافقية أو اللجوء إلى حكومة تكنوقراط لتجاوز المعضلة الحاصلة. 20 يوما من الجولات الماراثونية تناول خلالها مرشح السباق الانتخابي بالدعاية والإقناع عديد القضايا التي تشغل بال الساحة الجزائرية بقصد استقطاب أكبر عدد من الناخبين والهروب من شبح العزوف. احنا حدودنا إن شاء الله محفوظة لأننا نحزب رائد، أن الآن أغلبية في البرلمان ونعمل إن شاء الله باش نحافظ على هذه الأغلبية. أيام قليلة تفصل الأحزاب السياسية عن يوم الحسم، الكل يتجه لتصعيد حملة الاتهامات ضمن حرب التموقع السياسي وسط صمت في الشارع الجزائري. أمين بورحلة، الإخبارية السورية، الجزائر.